تعرف شوارع العاصمة استعدادات وتحضيرات جماهيرية حماسية ينشطها مناصرو كل من مولودية الجزائر واتحاد العاصمة في جو ملؤه الروح الرياضية تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية في كرة القدم في الفاتح ماي المقبل في ملعب 5 جويلية. احنا مولودية ندوها ان شاء الله. لي سيبورتور تاع لياس ما تاع باب جديد. الا ربحنا ان شاء الله يتزاهل الحالة. وإلا خسرنا ندي في ما خاوتنا ندي في انا بابا سيبورتي مولودية. هنا في الدار مولودية وخاوتي لياس ما لا جوزا مولودية. سي نورمال المهم تريح انا عندنا في الساس. لي سيبورتور ان شاء الله روح رياضية هذا ما يا اخو احنا ماذا بينا جوز ماتش باب خاوه ولاد سيكتور مولودية لياسما انا مخلطين هنا مولودية لياسما بكل روح رياضيه يا اخو اللي ربح بصحته يا اخو مير كيغان ان شاء الله ندوها ودوك مش اسمع مسمعي دوك غير ما يتكلوش يدوها ان شاء الله تفرى العاصمه ان شاء الله العاصمه هذاك هو الصح يا والمير كيغان ان شاء الله يا ابراهيم ان شاء الله ياك العاب مولودية دار الجيش الله يربح اخو ولي الذهب صحتو الميور كان خويا الله ويطمح أنصار العميد خلال هذا الكلاسيكو الى تحقيق خامسة تتويج لهم على حساب الاتحاد فيما يأمل أنصار هذا الاخير في طرد النحس الذي لاحق فريقهم خلال كل اللقاءات النهائية ضد مولودية الجزائر.